صباح الخير. لبنان تخطى مرحلة الاحتواء وأصبح بمرحلة الحد من انتشار فيروس الكورونا. هذا هو الواقع الذي يتحدث به كافة الأطباء الذين يعالجون المصابين في مستشفى رفيق الحريري الجامعي في بيروت. بطبيعة الحال هذا الموضوع هو العنوان الأول، بالإضافة إلى عناوين أخرى من النفط والغاز اللي كان عنوان أول في الأيام الماضية، وسيكون طبعا عنوان أول بالمراحل المتقدمة كل ما نعرف شيء جديد عنه. اليوم ضيفتي في حوار اليوم، أهلا وسهلا فيك لوري هايتايان، خبيرة نفط وغاز. صباح الخير. صباح النور. مديرة معهد حوكمة الموارد الطبيعية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. صباح الخير. صباح. بتعرفي بما أنه موضوعنا الكورونا هلأ عم يتقدم على كل شيء، كيف أساليب الوقاية، شو هن الحالات، لأنه امبارح تسكر على 10 حالات، ما بنعرف إذا بعد في حالات، انتقلنا إذا مثل ما كنا عم نقول إنه من مرحلة الاحتواء إلى مرحلة الحد من الانتشار. بدنا بس خلينا نشوف اليوم الصبح الجولة في مستشفى بيروت الحكومة على الأطباء الذين يعالجون المصابين، ونسمع منهم شو الوضع، ونرجع لهذه الحلقة. فصلت المستشفى كليا عن بعضها، صار في عندنا مستشفيتين، مستشفى عم تهتم بمرضى الكورونا يلي إلى الطاقم الطبي تبعها والطاقم التمريضي تبعها، ومفصولة كليا عن بقية المستشفى. هلا اليوم نحن رح نعمل برمي، بس بعد ما فيها مرضى لا بالطوارئ والطوابق، رح تزورون ما فيهم مرضى. فهو هذا الفيروس بينتقل بالاحتكاك المباشر، ما بينتقل بالهواء. هذه بعتقد مساج كثير مهم، فمن هيك يعني ما ضروري نحن بهالبرمي اللي عم نعملها اليوم انه نلبس ادوات الحمايه الخاصه، وهيدا مساج كثير مهم لانه في نقص عالمي ونقص بلبنان بادوات الحمايه الخاصه اللي عم يكون لها استعمال غير مبرر وبسبب الهلع. تم تدريب لمصد تأمين كل أدوات الوقاية، الألبسة الوقائية، ودربناهم على استعمال الألبسة الوقائية وعلى المناسبات لاستعمال الألبسة الوقائية. يعني كل مناسبة لها طريقة بشو هي الألبسة الوقائية تبعهم وكيف يلبسوها، وعلى طول بالتنسيق مع بقية مع التمريض ومع بقية الأقسام في تعاون، مشان قصة التنظيفات، مشان قصة الويست مانجمنت النفايات، مشان قصة الغسيل. فهولي كلهم حطينا لهم بروتوكولات وبنعتمدهم. هيدي الطوارئ هي عبارة عن مستشفى مصغرة تم تأهيلها بهبة من الصليب الأحمر الدولي ومؤسسة أذينا، ولما صار حدث الكورونا طلب منا الدكتور فراس الأبد نجهزها، فنحن تم التجهيز خلال 24 ساعة وتم عزلها عن كل باقي المستشفى. نحن هون محطة هاد الإي آر حولناها لميني هوسبيتال، يعني حولناها لمستشفى مصغر. المريض بيدخل من محل، بنزلوا الصليب الأحمر، بفوت المريض هون، بنعمل تقييم سريع للمريض لحتى يتم إدخاله إلى الداخل. جوا استحدثنا، هلأ أنتوا عم تعملوا البرمي، استحدثنا غرفة عمليات، استحدثنا غرفة لغسيل الكلى، استحدثنا مختبر. هو ديجا اوريدي في بقلبه اكس راي وفي بقلبه سي تي سكان الطوارئ اللي لقلنا، بس وعندنا قسم هلا بتشوفوه هون خاص للاطفال في حال استقبلنا اطفال. بس يخلص المريض اللي لازم بيطلع على الطابق الثالث، ومثل ما شفتوا عندنا غرفتين عزل مع نيجاتيف بريشر، يعني بينعزل المريض كله، وحتى كل الطوارئ مبدئيا رح يكون فيها نيجاتيف بريشر. هيك هون مجهزه ب8 غرف، ورجع بكرر 8 غرف، بكل غرفة مجهزة بالمكانات المطلوبة لنهتم بأي مريض كورونا فيروس وعنده مشاكل صحية زائد مشاكل تنفسية حادة. ب3 أيام نحن هلأ ب72 ساعة، هيدي العناية الفائقة، هيدي الوحدة رح تكون نيجاتيف بريشر ايزوليشن يونت، رح تكون مجهزة بهيدا الضغط الواطي لنحمي حالنا أكيد ونحمي اللي حوالينا. نحن اليوم كان هدف اللقاء معكم أنه نحن نبحث عدة نقاط. النقطة الأولى كان موضوع جهوزية المستشفى، وخاصة بالزيادة بالأعداد اللي شفناها في خلال الأسبوع الماضي. هيدا النقطة هو تساؤل مشروع لكل المواطنين، وهي إنه هل المستشفى جاهزة بحال زاد أعداد المرضى. ونحن حبينا نفرجيكم إنه كيف تجهز مستشفى كامل. لما نقول مستشفى كامل يعني بأقسام الخدماتية تبعيته، إن كانت أشعة أو كانت مختبر أو كان عمليات أو خدمات مساندة، وهذه كلياتها أو حتى عناية فائقة، وهذه كلياتها معزولة بتخدم مرضى الكورونا بشكل أنه هالمرضى هيدول ما يحتاجوا ينتقلوا لأجزاء أخرى من المستشفى، وهذا بيخفف كتير من انتقال العدوى. التقرير اليومي اللي منطلعه هو تقرير شفاف وصادق. نحن في عنا 9 حالات
اللي هن داخلين على طابق العزل، وهدول بحالة مستقرة وعم يحتاجوا شيء بسيط يعني ماشي علاج مهم، وهنالك حالة عاشرة هي اللي وضعها غير مستقر، والسبب انه وضعها غير مستقر انه هو المريض غير انه هو متقدم في السن، هو عنده يعني امراض عضال متقدمة من قبل ما يصير معه مرض الكورونا، فلذلك هو اصلا يعني من قبل ما يصير معه المرض وضعه كان يعني مش مستقر. نحن ما نتطلع بس على لبنان، خلينا نتطلع بالعالم، خلينا نتطلع ب يعني نحن مثلا لما بنجي بنشوف شو عم بيصير بفرنسا بإيطاليا بأوروبا بأمريكا نفسها، نحن للأسف هون صار في كتير تركيز إنه على موضوع الطيارات اللي جاية من إيران وكذلك، ما بتصور أنا في طيارات رايحة من إيران على فرنسا أو على أمريكا. فنحن اللي عم نجي نقول إنه هيدا واضح إنه وباء عم ينتشر بكل العالم، ولذلك نعم نحن نتوقع إنه هنالك في ازدياد في عدد الحالات، بس ما برأيي أنا هيدا السؤال المهم. السؤال المهم هو كيف عم نستعد لهيدي الزيادة بعدد الحالات. بهذا الموضوع أنا خليني أعطيكم يعني بشكل مختصر عن لقاء تم امبارح بلجنة إدارة المخاطر بالسرايا الحكومية. ما في شك إنه هنالك استعداد كبير عند القطاع الجامعي والقطاع الخاص لأنه يوقف بجانب القطاع العام في مكافحة هذا العدوى، وأنا برأيي أنه اللي بيطلع على القطاع الصحي في لبنان هو قطاع متقدم، اللي بيجي بيقول لك أنه نحن القطاع الصحي عنا متهالك وهذا هذا الكلام مش صحيح. نحن عنا واحد من أفضل القطاعات الصحية في المنطقة اللي نحن عايشين فيها، وأنا عندي يقين أنه إذا هذا القطاع الصحي بتكامله إجا وقف جنب بعض وعمل خطة منسقة بإدارة وزارة الصحة، هذا القطاع الصحي أنا برأيي بيقدر يقدم رد جيد ويكافح بشكل جيد العدوى اللي جاي علينا. وأنا بهذا الموضوع بس بحب كذلك وجه تحية للجامعة الأمريكية والمركز الطبي بالجامعة الأمريكية، لأنه هني من أول ما طلعت العدوى إجوا لعنا لهون على المستشفى وقدموا لنا وعرضوا تقديم كل المساعدة اللي ممكن نحن نحتاجها بإطار الجهد اللي عم يبذل بالمستشفى رفيق الحريري. إذا كنا مع هيدا يعني الفيديو يلي اليوم الصبح حصل بجولة بمستشفى رفيق الحريري الجامعي حول موضوع الكورونا. بدي أرجع رحب فيك لوري. شكرا. أهلا وسهلا فيك. بس خلينا نعلق شوي على الكورونا، بنرجع بننتقل للغاز والنفط. كنا عم نحكي هلأ أنا وياك أنه لبنان صار بمرحلة الحد من الانتشار، في جملة كتير عم بيتم تداولها أنه ما تعتلهم، لا داعي للهلع، أنه ما حدا بيصير له شيء بس كبار السن والأطفال اللي كتير صغار يمكن واللي ما عنده مناعة. يعني هو راح نص المجتمع، يعني أنه مين بعيالنا ما في عنده أنه زلمة كبير أو أهلنا أو جدودنا أو ستاتنا أو يمكن نحن رفقاتنا اللي عنده ملادي كرونيك مثلا. أنه يعني هاي الجملة ما بتنقال شو ما كان، يعني أنه ما حدا مستغني عن ولا مواطن بلبنان لا يموت بالكورونا ولا يموت بأي شغلة. بالعالم بتذكر أنا وقتها كانوا عم بيعملوا برايمريز مش من زمان بأمريكا للديموكرات، كانوا قاعدين عم بيناقشوا بس موضوع الصحة والتغطية الصحية، كان هيدا بند أساسي بالحملة تبعيتهم تينتقلوا من البرايمريز تينتقلوا أنه يكونوا المرشحين الأساسيين، هيدا بأمريكا. نحن هون بلبنان بنصير نحكي عن أنه بدنا نغير الكون كله والسياسة الكونية كلها، وما بهمنا مواطننا أنه صحته، بنضلنا السياسة أبدا من الاقتصاد، السياسة أبدا من الصحة، وخالطين الأمور ببعضها. كل مواطن لبناني عزيز على قلب المواطن اللبناني الآخر. نحن كمواطنين لازم يكون عنا قيمة، وهيدي الجملة بتسقطنا، ما بيكون عنا أي قيمة. يعني شو نحن أرقام بس للانتخابات؟ ما فهمت يعني. فإذا بتريد وما بقي حدا يطلع يحكي جمل هيك، لا من مسؤولين مش غير مسؤولين، كل واحد يفكر شو بيقول، مش لازم فكر سبع مرات قبل ما يعني. بس إذا كان كبير شو يعني اشتراكات إنه شو يعني إيه شو يعني خلاص خلينا نقتلهم يعني ونخلص منهم، شو هال شو هالفكر الديكتاتوري أساسا يعني. من هون بدي أول شيء
نتمنى مثل العادة أنه كل الناس ياخذوا الوقاية اللازمة من هيدا الفيروس، ما يروحوا على أماكن مقفلة، ينتبهوا شوي على القصص اللي لازم يعملوها، الغسيل الإيدين وإلى آخره. يعني كل طبعا الشفافية مهمة. هلا بدنا نحكي شفافية نفط وغاز، ولكن حتى بهذا الموضوع الشفافية أهم شيء. الأرقام يعني ما فينا نخبي، ما فينا نخبي، ما فينا نخبي، مش كل شيء بالتخطاية، مش شيء بالسر، بالسر أنه بنعالج الأمور. برأيك هيك عم بيصير؟ شعور المواطن انه في شيء مش طبيعي، يعني انه ما عليه. ما هلا نحن بأسوأ ايامنا بلبنان بكل الاصعده، سياسه، اقتصاد، وصحه، والى ما اذا بتريدوا يعني بس شي مره كونوا شفافين الى اقصى حد وخبرونا وقولوا لنا الحقيقه تنعرف عن جد نتوقع. وقت تقولي لي ما عليه وبس حالات هيك، وقت تخفف الامور بصير انا كمان اخفف من الوقايه، او خفف من انه استخف بالموضوع، والاستخفاف بالموضوع بيؤدي الى كوارث. يعني انه مشان هيك الشفافية ضرورية تنعرف وضعنا، إذا وضعنا مأساوي تنعرف كيف نعالجه، إذا وضعنا ماشي حاله، بس مش ترقيع ونكذب. حتى بقصة المصاري كان هيك دايما، هلأ النكتة أنه كانوا يعملونا هاو الدعايات، هاي بتعرفي في دعاية بنك أنه بدوا يتجوزها، وبيضلهم باللبناني مسيو، بالمدري شو مسيو، وين العرس مسيو، أنه ما فيكن هيك بدعاية خبرونا أنه من فترة أنه لازم بس نصرف لبناني ونخفف من الحد من الدولار. أنا ماني إنسانة مالية تأفهم أنه يي دعاية عم بتقلي انه في ازمة جاية ولازم اصرف باللبناني وخفف من صرف الدولار لانه بطل في دولار بالسوق او بالمصرف او whatever. مشان هيك لازم نكون شفافين، هيدي مرحلة اسمها مرحلة الشفافية بكل شيء حتى لو كانت صعبة. نعم. هلأ قول يعني قرار اقفال المدارس ودور الحضانة والجامعات وهيك بركي بخفف تجمعات، بس حتى اللبنانية بتصير عم بتحس انه يمكن قد ما هن بمرحله الديبرشن صاروا بنكتوا بكل شيء، انه بنكتوا انه كل شيء. اول اليوم الاثنين اعتبروا انه اول اول يوم عطلت عيد الكورونا، انه الاولاد بيظهروا بيروحوا على البلاي جراوند، انه ما يروحوا على اماكن مقفله احسن لحتى ما لا نرجع لموضوعنا. ان شاء الله على الحفاره ما في كورونا. على الحفاره، لا على الحفاره لازم، لا بس بكل الاحوال عم بيقولوا بس شويه شمس بيمشي الحال، انه بخف الفيروس ان شاء الله. وما ادرانا. طيب بدنا نحكي بالبلوك 4. بدنا نحكي باللي صار من ايام. هل لبنان فعلا صار في جدل على مواقع التواصل الاجتماعي؟ ناس اعتبروا في فريق سياسي اللي هو فريق رئيس الجمهوريه والتيار الوطن الحر يعتبر انه لبنان اليوم اصبح بلد نفطي، وصار في سجال انه انتم ما فيكم بعد تعتبروا هذا الشيء. هل تعتبرين انه فعلا لبنان دخل نادي الدول النفطيه؟ لبنان على باب النادي، ولكن بعد ما عطوا الاكسس تيفوت، يعني بعده اكسس دينايد. كيف هن بيعملوا لنا الكريدت كارد ديكلايند، هلا كمان نادي الدول المنتجه اكسس دينايد. بعد ما فتنا على النادي عندنا مرحله قبل ما نفوت، وبدنا نحسب انه وقت يصير في عندنا اكتشافات قابله للاستخراج الى جدوى اقتصادي وبلشنا نستخرج، بنكون صرنا على صرنا بلد نفطي اذا بدك. ولكن هلا نحن عم نسعى نكون يعني على الطريق، وفي قراءه يعني واسعه بتقول انه بما انه نحن اجت الحفاره، وبما انه عندنا البنى التشريعية الكافية، وبما أنه نحن حابين نفوت على البلدان المنتجة للنفط والغاز، فأنه اعتبر أنه صرنا من البلدان النفطية إذا بدك، يعني لعب على الكلام بهذا المعنى. ولكن هلأ هيدي المرحلة هي مرحلة يعني إدارة التوقعات، لأنه اللبنانيين ما عندهم ثقة بمسؤولينهم مما كان يكون المسؤول، وبالتالي تستدعي أنه أنت تكوني حذرة أكثر. لو في ثقة بالمسؤولين فيك أوقات تقولي جمل من هالنوع، والمواطن عندي ثقة أنه مسؤولينه عم بيعرفوا شو عم يعني إلى وين أخديننا. ولكن بما أنه في هالمشكلة الثقة لازم نكون دقيقين حتى بالتعريف، التعريف اللي منقولهم. نعم نريد أن نكون دولة منتجة للنفط والغاز، نعم كان في جهد كتير كبير نحط تشريعي وسياسي لنوصل لهونيك، ولكن بعد ما وصلنا بعد بدنا شوية وقت، شوية صبر تنوصل. جهد 10 سنين أو يمكن أكتر. خلينا نحكي شوي تاريخيا، لأنه كنت عم بحكي أنا وياك كمان تحت الهواء، الوزير جبران مسيل بالتغريدة تبعيته قال أنه الموضوع بلش من ورقة خرطوش، وفعلا صار في مسار طويل للوصول إلى مبارح. حلقة بنحكي مبارح، مش مبارح، أنه لما وصلت الحفارة. شو هي هذه الحفارة وشو عم تعمل؟ لأنه مش بكرة حنبلش نستخرج نفط وغاز، هي عم تستكشف. بس خليني شوي أعمل أنا وياك
المسار التاريخي للبنان لحتى وصل لهذا الحدث؟ أول شيء خلينا أنه نفصل أنه في كتير حديث عم نسمعه على السوشيال ميديا أو حتى من مسؤولين عن أبو النفط إذا بدك بلبنان. مين بين النفط؟ مين بين النفط؟ مش هيديك، لا، الأب، أب النفط. في حديث كتير عم ينحكى عن تبع بالخمسينات والستينات. خلينا نفصل أنه هيداك كان التنقيب بالبر، واليوم اللي نحن عنا إيه؟ التنقيب بالبحر. نعم. يعني شيئين مختلفين. مشان هيك ما فينا ننسب أبوة اللي صار اليوم للي اكتشف أو اشتغل على قطاع النفط والغاز بالبر. مختلفين، فيك تقولي قطاعين مختلفين. اللي صار بالتسعينات بعد ما صار في سلام إذا بدي، صار في محاولة أولى بال93 تقريبا على أنه إعادة ملف النفط والغاز، وصار في وقتها كان الوزير أسعد رزق هو كان وزير البترول إذا بدي بوقتها، وبلشت أول محاولة وراح حكي مع ناس خبراء لبنانيين عايشين برا وخبرتهم كلها بنيوها برا تنرجع نفتح الملف. صار في فتح، صار في بال93 مسح بطرابلس بالبحر، وكانت ها أولى المحاولات لأنه نحن نبلش بقصة النفط والغاز أتليست أونشور يعني بالبحر. بعدها صار في مسوحات وصار في نوع من تحليل لهالمسوحات، ولكن العملية وقفت هونيك. هلا في عدة سيناريوهات بين بيقولوا انه كان قرار من الرئيس الحريري انه ما رفضا للمشاركة مع السوريين، لانه وقتها بتعرف السوريين كانوا مسيطرين على كل شيء وعلى اقتصادنا، وكان عنا اتفاق التعاون السوري اللبناني اللي كان مشحف بحقنا بكثير من الملفات وبملف المي والى ما هنالك. فكان انه وفي ناس بيقولوا انه لا، كمان السوريين انه اذا نحن مش رح نستفيد مش حتمشوا فيه للقطاع. ف تجمد القطاع لا وصلنا بداية الألفين وإلى ما هنالك. كانوا الناروجيين عم بيساعدونا، فكمان صار في من الحكومات بالألفين وخمسة ستة كمان عمل إضافة إنه على المسوحات اللي صارت من الشركة الناروجية، الناروجيين فاتوا على الخط يساعدونا، والناروجيين هن أحسن من يدير قطاع النفط والغاز. ولحديد اليوم من 2006 لليوم Oil for Development بعضهم عم بيدعموا الحكومة اللبنانية بهذا القطاع. مشان هيك فيك تشوفي إنه في كتير من الجود براكتسز اذا بدك ممارسات الفضله اللي مورست او اعتمدت بهذا القطاع من وراء الدعم الناروجي. بعدين بال 2007 يعني ايام الوزير محمد فنيش صار في الاويل فور ديفلوبمنت. بعدين 2007 الرئيس السنيوره اذا بدك كانوا من اللي راحوا رسموا الحدود ورجعوا فتحوا الملف وحطوا ورقه سياسات طاقه. اوكي. وبعدين بال 2010 وقت الوزير باسيل كان هونيك الشغل التشريعي السريع اللي صار، ما هو لانه الوزير جبران باسيل عنده الديناميكيه تبعيته، قدر انه بديناميكيته يسرع الامور، يعني التباطؤ اللي كان عم بيصير قبل مع وصوله سرع الامور وصار في بنى تشريعيه كثير كبيره صارت. وهيدا مشان هيك انه بيعتبر التيار انه يمكن هو عنده جزء له يعني فضل له بوصول الحفاره بهالديناميكيه اللي استعملها والتشريع، وكانت الهيئه انشئت وصاروا يشتغلوا الساعه 3 4 الصبح، انه هيئه مؤسسه الدوله بتشتغل ل 3 4 الصبح يعني مش كثير انه معروف. فهيدي الديناميكيه خلت انه يصير في تشريعات وبنى تحتيه تشريعيه وقانونيه، والهيئه انشئت الهيئه واشتغلت لوصلت لهون. عشان هيك التيار بيعتبر انه له فضل. وبعدين على التيار نحكي بالنسبة للطيار، هيدا الملف ملف النفط والغاز هو مثل ليجاسي بروجكت، يعني بحب الطيار انه يذكر بالتاريخ انه هو اللي كان له الفضل بدخول النفط والغاز الى لبنان. وبتصور وبس بالمشادات السياسية والتنافس السياسي بلبنان اللي ما بيكون على برامج ولكن أكثر على عقل محصصاتي، صايرة هالمشادات انه ما في اجماع على هذا الموضوع وما في قبول لهذا الموضوع. وجاي كمان بوقت في اذا بدك ثوره على كل شيء انبنى من التسعين وجر، بيخلي كمان انه في رفض من الجماهير، يعني فئه من الجماهير على هذا الموضوع، والربط بين الفشل بالكهرباء والنفط والغاز بيخلي كل هالامور تتعقد على الوطن الحر. فمشان هيك انه منا كان تكوني فكانت انه
وقتها قالوا انه نحن كان لنا الفضل انه يكون في قبول من المواطنين الاخرين. يعني المشهد السياسي كثير معقد، مشان هيك يعني في اليوم هذا الصراع على مين الاب والام لقطاع النفط والغاز، ولكن انا بهمني الطفل بكل هذا، ما بهمني شيء الا الطفل. نعم. هذا الطفل يطلع سليم معافى وفوائده ترجع لللبنانيين. بهمنا الطفل ورح نحكي فيه، بس خلينا بس انه وضح شغله. انت هلا ريتيل المشهد كله، بس انت شو رايك انه فعلا لحتى الواحد يكون حقيقي، يعني حتى الواحد يكون واقعي ومنصف اذا بدك مع الناس، اوكي في ثوره وفي ازمه اجتماعيه وتتحمل مسؤوليتها كل اركان السلطه، واكيد فشلها بكثير ملفات، هو جعل في ازمه ثقه بين الناس وبينه، ولكن فعلا هذا الملف اليوم ما اخذ 10 سنين جهد كبير مثل ما انت كنت عم تقولي من فريق سياسي لوصل اليوم لهون، على امل انه نشوف طبعا يعني انتاجاته لاحقا. في صار عمل، وعم بقول تسارعت كتير الامور، يعني صار في يعني بين القوانين والمراسيم والهيئه وكل البنى التحتيه التشريعيه المطلوبه لنوصل لهون كان التيار الوطني، ولكن انا خوفي انه على حساب شو كان كل هيدا الشيء، لانه مثل ما بتعرفي نحن بمجلس الوزراء ما في شيء بيقطع هيك، يعني في دائما تبادل ملفات، اعطيني بعطيك، قطع لي بقطع لك. فانا يعني هيدا السؤال الكبير، التيار دفع ثمن غالي يمشي هذا الملف، وين دفع الثمن؟ شو اللي دفع تا انه تحرك الملف بهذا انه وصل انه وصلت الحفاره؟ يعني هذا ملف النفط والغاز هو ملف للبنان بشكل عام. إيه بس ونحن يعني نحن بنحب انا وياك انه كل شيء نقول عنه لبناني، ولكن بمجلس الوزراء وبالسياسه عنا ما في شيء هيك، في هيدا للسنه وهيدا للشيعي وهيدا للمسيحي وهيدا لمدري شو وللدرزي، هيك ماشي. مشان هيك حتى انه وقت اجت الحفاره، يعني حتى لو ما كنا بوضع هلا بالثوره والى ما هنالك، ما لا اعتقد حتى كان راح يكونوا متوحدين اللبنانيين حول وجودها للحفاره، لانه اللي جابها هو فريق التيار الوطني الحر. ما ما جاب يعني بتعرفي ما هو كمان بدنا نحن هلا صرنا شفتي عم نحلل مثل ما هن قاسمين نحلل، بدل ما نشوف انه في يعني في مؤسسات تشتغل. نعم. في حكومات تبني على حكومات وعلى حكومات، بس نحن لانه بوضعنا بلبنان مش هيك، بتيجي فئه بدها تلغي شو عملت الفئه الثانيه، وبنشتغل يعني محاصصجيه نحن بعقلنا محاصصجيه. مشان هيك انه صار بدنا انه نعم في جهد صار اخر 10 سنين للتيار الوطني الحر، وقبلها كان في جهود ما اثمرت يمكن او تعطلت. نعم. سؤال الكبير، شو دفع ثمن التيار الوطني تتجي اليوم الحفارة؟ هذا سؤال كتير مهم نحب نسأله. هلأ بس بدي أحكي شوي عن هيدا الملف، عن هيدا الحفارة، قديش مهمة، قدي أهمية أنه وصول هذه الحفارة إلى البحر اللبناني؟ إذا نحن ناويين نكون بلد أنه منتج للنفط والغاز، هيدا الحفارة أول خطوة كونكريت، اول خطوه اللي بنشوفها بعد مثل ما قلنا التشريع وكل الخطط اللي انحطت. هيدي الحفاره اجت تتقلنا هلا اذا عندنا نفط وغاز ولوين بدنا نتجه، فكتير مهم وجودها. هل وجودها رح يكون تاريخي بلبنان؟ هيدا مع الايام فينا نعرف، وحسب كيف القطاع بده ينضار، اذا حينضار بطريقه فعاله وشفافه ونشوف ثماره الايجابيه على لبنان، بتكون هيدي الحفاره كان يوم تاريخي مجيد. واذا صار في اكثر فساد واكثر محاصصه، بيكون يا ريت ما اجت الحفاره. فللمستقبل تيقلنا شو كيف يعني كيف نوصف وجودها للحفاره، ولكن وجودها ضروري لنكمل المشوار. فهيدا الشيء الاساسي اللي ما نحكي فيه، انه اليوم الحفاره جايه على مده شهرين فقط وبتفل، مش هي هيدي البلاتفورم اللي بدها تكون لتنتج. هاي كمان مهم يعرفها المواطنين، ولا حتى انا انه اللبنانيين انه مش هي مش جايه تشيل النفط والغاز، لا هي جايه تستكشف. تفضلي. نحن هلا بمرحله الاستكشاف الاولى اللي هي بتمتد على 3 سنين زائد 5 وممكن يكون زائد 1، يعني 5 ل6 سنين هي مرحله الاستكشاف، بلشت من وقت ما مضينا العقود مع شركه توتال كمشغل واني نوفاتيكا غير مشغلين داعمين لتوتال. جايه تحفر وبتفل، وبعدين شركة توتال ومع شركائها بحللوا النتائج تيعطونا شو طلعت نتيجة هالحفر، اللي هن صرنا كلنا نعرف يعني 3 سيناريوهات، يا بيكون البير فاضي، وإذا البير فاضي الجيولوجيين بيكونوا مبسوطين لأنه هاي بتغنيهم
بمفهوم الجيولوجيا. نحن اللبنانيين رح نصير نقول انه طلع البير فاضي ومش رح نكون مبسوطين، ولكن هيدي بتغني الفهم الجيولوجي تنعرف اذا بدنا نحفر بغير ابار كيف يحفروا وين يحفروا، لانه هي بتكون عطتهم شويه معلومات اضافيه درس يعني انه اخذوا ايه. والسيناريوين الثانيين اللي هي يكون في كميات، وهيدي جيده انه نعرف شو هي المواد اللي عنا اياها، نفط غاز ميكس او الى ما هنالك. والثالثة أو السيناريو الثالث اللي هو الأحب بتصور يعني بده يكون عند المواطنين، هي أنه يكون في اكتشافات تجارية قابلة للاستخراج إلى جدوى اقتصادي. كيف يعني؟ يعني هيدي أنه بيكون في كميات لا بأس فيها، فينا نستخرجها ونضلنا عم نعمل، الشركة بضلها تعمل أرباح وإلى سوق. بهذا المعنى إذا عنا هيدي الكميات التجارية مننتقل على مرحلة إنه الشركة بتقلنا صار عنا كميات تجارية بهيدا هيدي الكمية ونحن بدنا نعمل تقويم للبير. شو الفرق بين السيناريو الثالث والسيناريو الأول؟ السيناريو الأول بير فاضي؟ لا إنه في اكتشافات، في الاكتشافات ولكن ما فينا نستخرجهم لأنه بتكون كميات قليلة يمكن واستخراجها بيكون غير رابح، ما له جدوى يعني اقتصادي يعني غير مربح، فما بيحطوا كل الأفورت يطلعوا شيء ما بيربي حدا. فمشان هيك بيتركوه بيسكروه إنه ما في، تا يمكن يرجعوا يحفروا مطرح تاني أو يرجعوا يحفروا بالبلوك 4 لأنه كمان لازم يحفروا بريد تاني والبيرين وقتها بيكون لهم جدوى. فمشان هيك يعني انه حتى لو لقينا في غاز ونفط هذا ما بيعني حكما انه رح يكون في جدوى للبير، لا بدهم يكونوا تجاريين. مزبوط له جدوى اقتصادي. جدوى اقتصادي. فاذا في هيدا السيناريو الثالث بيروحوا على بيرجعوا بيطلبوا بيقولوا نحن بدنا نرجع نعمل تقويم للبير تنعرف اكثر معلومات عن البير، وبعد هالبير إذا صار في معلومات زيادة وقتها منصير نحكي إنه بدنا نعمل تطوير وإنتاج. يلا رح نكفي بهيدا الحديث، بس اسمحي لي أنتقل لوزير الصناعة الدكتور عماد حب الله بمؤتمر مع رئيس جمعية الصناعيين الدكتور فادي الجميل. مثل ما قال معالي الوزير الآلية رح ينشغل عليها بأسرع وقت رح تتوضح. نحن بهمنا المساواة مع الكل وكل يعني بشفافية كل واحد يقطعه. كلنا بنعرف أنه اليوم 100 مليون هي مدخل، منا هي الحل النهائي. هلا نحن صلنا 5 أشهر عم نطالب بمواد أولية، بدنا بأسرع وقت ينوضع آلية تشفي الغرض منشان نوصل للحل المستدام ليصير نقدر نأمن كل حاجات كل الصناعيين بالمواد الأولية. اسمح لي اتفضل. واضح جدا انه صار في استنسابيه كثير من قبل المصارف في المرحله الماضيه، هذا لن يسمح فيه بالنسبه للاموال التي حجزت او تؤمنت او السيوله اللي امنت للصناعه. سنضع اليه ان شاء الله انه تحمي الصناعيين من الاستنسابيه وتحمي الصناعات وتحمي الوضع بشكل عام لتامين الاحتياجات الأساسية للمستهلك اللبناني كما للصادرات الضرورية. دكتور فادي بس سؤال، بلبنان هل هناك من مصانع للكمامات؟ اليوم شفنا أزمة صناعية بكل العالم، هل بلبنان عنده شيء مصنع أو في شيء؟ يمكن في مصانع قادرة بسرعة تعمل، يمكن بدها كمان مواد أولية. أنا تواصلت إذا بتصنعوها هلأ وشتغلوا عليها يمكن هي شغلة بتبلش تبرم العجلة، لأنه يعني كل الكون اليوم بده كمامات إن شاء الله. يعني هذه بدها كمان مواد أولية. في معمل طويل، في معمل في مصنع بس بعد ما عمل بروسس يعني ما بلش بالإنتاج لأنه ما كان بحاجة، يمكن هلأ يبلش يشتغل فيه. طيب هيدا بركي بتبعتولي إياه بكرة نشوف احنا شو بنقدر نعمل لحتى نسرع بهالأمور. هذه شغلة ضرورية جدا 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 للبلد، وبدل ما يصير عمليات انه نحن نعتمد فيها على برا بالنسبه للكمامات، نحن حتكون بحاجه. ما بدي مش عم بزيد الهلع، نحن واجبتنا ان يكون في عندنا هالصناعه داخليا ونأمنها باسرع ما يكون. بحسب ما بسمع انا اذا نحن بدنا 3 مليار 100 يعني نهار واحد لا 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 3 مليار بيعملوا لك 10 ايام 10 12 يوم، ولكن نحن طبعا نعمل وهون كمان 100 مليون. اسمع لي في الفريشمان اللي جايين زياده 100 مليون هذول جايين من عندكم 100 بالهم بدايه فريشمان يعني طبعا فريشمان اللي عم بيصدر. نحن بدنا نقلل، نحن بدنا 3 مليار يعني 100 مليون وفي الفريشمان زياده يعني
أنا حديث هلا أنا بعرف حتى الفريش ماني ما بعرف إمتى بعد هذه الشيء وقديش عم يسمح لهم يتصرفوا فيها، ولكن بالوقت الحالي هل 100 مليون بحد زيتون يعطونا 10-12 يوم بس، بس هيدول ما بيكفوا. وهون بدي منسيت يمكن أذكر إنه دولة الرئيس عم يعمل مع بعض المتمولين اللبنانيين لتأمين كمية أو فند للصناعيين وكمان للزراعيين، ونحن منتابع هالعمل مع دولته وإن شاء الله بتأدي لنتائج قريبا. معي نعم. 100 مليون حتندفع بالدولار أو باللبنان؟ 100 مليون دولار دولار مش تندفع. لا هو ما في دفع، هو القصة قصة هو السماح. لنرجع هو انه ال 100 مليون هي اموال للصناعيين في المصارف راح ينسمح لهم ياخذوا هالمصاري او يستعملوها يحرروا لهم اياها ليدفعوا فيها كسيوله يدفعوا فيها، ولكن بالدولار مش باللبناني، هي للاستيراد. انا بدي بالعمل الصعب إذا بتسمح مالك بدي أرجع أذكر إنه نحن هيدا شايفينه تدبير مرحلة لكم يوم، نحن متكلين على الحل الكامل، وقلنا من الأول إنه نحن بهالظرف بدنا حل متكامل مثل ما عم تشتغل عليه الحكومة لكل الموضوع الاقتصادي لخطة نهوض من المشكل، ولكن عم نقول لحين تترتب الإجراءات والصناعة يعني المواد الأولية هي أولوية الأولويات، وبالمواد تدبير المواد الأولية عم بيشغل عدة حلول. معالي أشار إلى بعض الحلول عم بيشتغل عليها دولة الرئيس كمان مشكور. اثنين ثلاث حلول تانية بلاتفورم وغيره. في بلاتفورم عم بيشتغل ليكون بينوا هول بدهم وقت. عم نقول نحن موضوع داهم وبدنا إياه بسرعة. صلنا من شهر من 23 أيلول عم نحكي عن المواد الأولية، يعني صلنا تقريبا 5 أشهر. مشان هيك هيدا تدبير مرحلة منرحب فيه ونحن من نقرأ بكل إيجابية لأنه بريدج يعني مرحلة عبور لنوصل للحلول. بقى نحن هلا رح نشتغل كلنا سوا لنأمن الحلول المستدامة. رح ينعطى أولوية للصناعيين اللي بيصدروا لأنه بيجيبوا فريش ماني بدل بهالآلية. نحن بنتمنى هيدي هي معمولة للي ما بيصدروا، لأنه اللي بيصدروا عم بيجيبوا فريش ماني وعم بيدبروا حالهم. هيدي يلي بيبيعوا بالسوق المحلي يلي هني ما قادرين يحولوا مصرياتهم ليجيبوا مواد أولية، هيدي للسوق المحلي هال 100 مليون. بعدين الفريش ماني عم بيجي يغذي ساعتها بالحلول المستدامة الأخرى بينعمل السيركوي، لأنه حضرتك عم تشير عن شغلة كتير مهمة، غير دعم بيصير أو غير معالجات عم بتصير على خط واحد. يعني إذا دعمنا النفط أو دعمنا هيدا بينصرف وبيروح، بينما القطاع الصناعي عنده بيخلق مردود لأنه في قسم من الصادرات بتجي بتغذي. نحن بنستعمل 3 مليار مواد أولية بالسنة، ولكن ننتج ب 13 مليار ولكن بنصدر ب 3 مليار، مسائبين الارقام زيتون. يعني احنا كصناعه ال 3 مليار اللي بنستعملهم مسائبين وبنصدرهم، يعني كاقتصاد وطني نحن حقيقه ربحين لانه عم نفوت 3 مليار، غير انه عم نعمل فرص عمل بالاف العائلات للي عاملين بالقطاع الصناعي والقطاعات المرتبطه يعني والعائلات المرتبطه كمان اللي بيشتغلوا يعني نتيجه العمل الصناعي. رئيس كمان عند بعض الناس في شك انه هيدي 100 مليون مساعده من الدوله. لا خلينا نحطها بغير اسلوب، السماح للصناعيين يقدروا من اموالهم الخاصه من أموله الخاصة يمتعوا هاي المدد. أكد معالي الوزير هذا اللي كمان ما أنا شك أنا عم شوف. لا هذا تأكيد تأكيد مرة واثنين وثلاثة مش تربيح جميلة للصناعيين، هذا مصرياتكم يعني عم يسمحوا لكم تصرفون يعني ما يسمحوا يعني الصناعيين يخرج من كيسهم يعني إيه طبعا أكيد. طيب هيك بس إذا بناخذ سؤالين بعد إذا في أسئلة وإذا لا حتى نقلكم مشكورين جميعا الإعلام. إذن سنكتفي بهذا القدر من المؤتمر الصحفي. بدي أرجع على إليك ضيفتي لوري هايتايون. كنا عم نحكي قبل ما نفوت عن الثلاث سيناريوهات وشو ممكن أنه كل سيناريو يفتح علينا أبواب. وصلنا لثالث سيناريو وشرحت شو هو إذا كان له جد اقتصادي وهذا السيناريو الأفضل ممكن. إذن هذه العبارة إجت عم تستكشف بس إذا فيه ولا ما فيه. فينا نحكي شوي عن المدى الزمني إنه أي متى بتكتشف شو فيه وبعدين شو رح يصير حتى ننتقل
البلوك رقم 9 اللي هو ايضا فائق الاهميه؟ طبعا هو مفروض مثل ما قلنا شهرين بتخلص الشهرين الحفاره بتروح بعدين في وراهم شهرين تحاليل. ها اذا في مش بير فاضي لانه بير فاضي ببين اسرع من هيك، فالشهرين اضافيين يعني من هون لاربعه اشهر خمسة اشهر لانه بتعرفي كل يوم بيومه يعني في ناس عم انه عم بيتوتروا اذا صار في تاخير وعم تصير في مؤامرات دوليه إيه؟ عم بيفوتوا بهذا التريب المؤامرات. خلينا نقول خمسة اشهر. انا عم يسالوها لوزيره الطاقه ندى البستاني انه ليش تاخرت العباره، وهي انه تاخرت شهرين بس وهذا لا يعتبر تاخير بالمسار الامور ومسار مزبوط. هو انا لانه ما بيهمني اذا تاخرت مثلا اذا بدها تجي كانت بديسمبر اجت بجانفي طالما انه بعدها هي من خلال ثلاث سنين المجبورة في تحفر بير حسب التزامها لتوتال. ولكن برجع بقول لك هالعدم الثقة بالمسؤولين بخلي انه العالم تكون كتير ناطرة الشخص والمسؤول على كل كلمة. مشان هيك فاللي بعد يعني من هون لأربعة شهور خمسة شهور مفروض انه نكون صار عنا صورة واضحة عن شو شو طلعت نتائج الحفر البير الأول. ما بدنا ننسى كمان انه اذا صار في تجديد لفترة الاستكشاف بده يكون في كمان حفر بير تاني ببلوك أربعة، وزيت الشيء لبلوك تسعة في كوميتمنت لبير أول بفترة الأولى للاستكشاف وبير تاني بالفترة التانية لمرحلة الاستكشاف. يعني خلاصة مفروض خلاصة جولة التراخيص الأولى تكون أربعة أبار اثنين باثنين. ها هي هلأ اللي كنا عم نقوله الفترة الزمنية بعد هالخمسة شهور إذا في بير مليان وقابل للاستخراج له جدوى بينتقلوا على المرحلة الثانية هي تقويم البير، يعني يعرفوا أكثر مميزات البير لعليه يبنوا خطة الانتاج والتطوير والانتاج، وكمان إذا غاز لأنه لازم يحطوا خطة بنى تحتية وتسويق. فهيدي الفترة بدها وهيدي المرحلة اللي بدنا نحطوا الخطة بدها مجلس الوزراء يوافق بعدين بيقولوا لنا بعدين بنعرف فينا نبلش نعد انه امتى ممكن يصير الانتاج لانه حسب شو البنى التحتيه اللي بدنا نحطوها قد ايه بدها تاخذ وقت وبعدين شو هي الاسواق اللي عم نحكي فيها، هل الاسواق جاهزه ان كانت الداخليه او الخارجيه، وبعدين بصير الانتاج لانه لازم السوق قبل الانتاج بالغاز انه تامين السوق له قبل ما تستخرج. مشان هيك في الطريقه اللي بدك تستخرجه فيها طب وكيف بده ينتقل. مزبوط. فكل هيدا بخلينا نقول انه معنا فترة، يعني اذا قلنا هيدا كله صار خلال فترة ثلاث سنين الاستكشاف او السنتين، يعني من هون لسنتين من وقتها اذا بلشت اذا بدك تقول تعدي ما عم نحكي قبل ثلاثة لخمس سنين بلس الوقت الاضافي للبنى التحتيه ولما هنالك. نعم. طب في حال كان البير فاضي هذا شو بيقول؟ ما بيقول انه كل الابار فاضي، لا يكون طبعاً. هذا بير فاضي وفينا نكتشف بغير مطرح. مزبوط. يعني هذا البير الفاضي بخلينا نفهم انه اوكي هيدي اذا بدك الكاركترستكس او المميزات او الخصائص اللي كانت موجوده انه بيعملوا لها انتربريتيشن بزياده على التحاليل اللي عندهم اياها بخليهم يكونوا اكثر دقيقين اكثر بغير بير ان كان بالبلوك 4 او بالبلوك 9 او لبعدين انه وين ممكن يصير الحفر ويطلع بير مش فاضي. خلينا نحكي بالبلوك رقم 9 واشكالياته قبل ما ننتقل للي هو اذا بدك الموضوع اللي هو بيجمع الاثنين اللي هو طريقه الاستخراج وطرق النقل وشو عندنا خيارات خصوصا عندنا اسرائيل، يعني حدنا كيف فينا ننقل هذا الغاز عندنا قبرص. هلا بنفوت بهول اذا بدك الخريطه اكبر الواسعه البلوك رقم 9 اشكالياته شو هي؟ شفنا في مسار طويل جدا وكانوا موفدين امريكيين عم بيفوتوا ويروحوا على اسرائيل وكانت على اساس امريكا بدها تتوسط وانه هي الوسيط بين لبنان واسرائيل حول ترسيم الحدود. وين صرنا بهذا الملف وكيف رح ياثر على البلوك رقم 9؟ اول شيء خلينا كمان نميز بين الخيال والواقع لانه كمان خاصه فتره الثوره طلع كثير حكي انه اهم احتياطي موجود ببلوك 9 وفي وما بدهم يتركونا نستخرج لانه بدنا نصير اغنى من اي بلد والا ما هنالك. خلينا نقول انه ما بنعرف شو مخبينا بلوك 9 مثل ما ما بنعرف شو في ببلوك 4 مثل ما ما بنعرف بعد شو في بعنا بالبحر عنا لانه نحن بعدنا كلنا بس مبنيين دراساتنا على المسوحات الثلاثيه الابعاد والثنائيه
الأبعاد. بس أنا ربطوه يمكن بالاكتشافات يلي عم بتصير بإسرائيل وبقبرص. إيه مزبوط مزبوط. بس إنه كمان ما فينا يعني مثلا بقبرص عندك اكتشافات 10 TSF مثلا 4 TSF، بإسرائيل عندك بين 10 و20 TSF، وكاريش اللي حدنا 3 TSF. يعني ما يعني ما فينا إنه نخلط الأمور ببعضها. مهم إنه ما بنعرف، خلينا نكون حذرين، نرجع نكون كتير محافظين بهذا الموضوع. البلوك 9 هو جزء بسيط منه 5-7% بالمنطقة المعتدى عليه من قبل الإسرائيليين أو اللي فيه عليه إشكال. اللي صار انه بتصور كانت هيك مفاجأة حلوة للدولة اللبنانية، انه صار في تقديم عرض على البلوك 9 وتوتال وإناي نوفاتك اخذوا للبلوك، لانه كان في خوف انه نحن فتحنا البلوك 8-9-10 لاسباب سيادية، قلنا انه نحن بدنا نثبت سيادتنا على البلوكات الجنوبية، مش هيك فتحناهم. والمفاجأة الحلوة كانت انه بلوك 9 كان مغري للشركات واخذوا للبلوك. هذا خفف شوي إذا بديك من الحاجة إنه نلاقي حل للبلوك 9 أو حتى الحاجة لنلاقي حل للمشكلة الحدودية بيننا وبين الإسرائيليين، لأنه بالنتيجة إجت الشركة قالت أنا عندي التزام حتى إنه أحفر، والالتزام موجود، ووقت قدمت توتال خطة العمل لل 2020 فيه التزام بالحفر بالبلوك 9 بعيدا عن المنطقة اللي فيه عليها إشكال، ولكن في التزام. هيدا ريحنا نحن شوي. وبدي ارجع هون اكرر، لانه في كتير عم بيقولوا اذا ما حلينا مشكله الحدود مش حيتركونا نشتغل بهذا القطاع ويقلع القطاع. مش مزبوط هذا الحكي، لانه مثل ما عم بقول مع الاشكال الموجود في كوميتمنت التزام من الشركه انه تحفر، يعني الشغل ماشي ريجاردلس اذا في اي في مفاوضات او ما في مفاوضات. هاي لازم يعرفها المواطن اللبناني. وين صارت هالمفاوضات؟ خلينا نقول انه كان حابين نحن نشوف بفترة أنه الأوروبيين يتدخلوا كوسيط. بالنسبة لللبنانيين يمكن الأوروبيين محايدين أكثر من الأمريكيين. الأمريكي هو المفاوض الأساسي ولكنه غير يعني المنحاز، وإذا بدنا نقبل فيه بدنا نقبل فيه هيك، بدنا نحن نقوي نحن شروطنا ونكون نحن أقوى نقدر انه نوازي هالتحيز الامريكي. الاوروبيين في فتره كانوا مهتمين، يعني ما تنسى انه شركتين من اصل ثلاثه هن اوروبيين على حدود، يعني بهمهم امرهم. الاوروبيين كانوا بفتره ضايعين انه ما في اي قرار موحد كان بين الاطراف السياسيه، وهذا اللي دفشهم للبنانيين يتوحدوا على رؤيه واحده، واتفقوا على الرؤية واحدة، واتفقوا انه كمان الرئيس بري هو بيفاوض باسم جميع الاطراف. والمفاوضات اللي نحن كنا عم نعملهم مع الامريكيين مع ديفيد ساترفيلد كان على اطار التفاوض. يعني نحن ولا مرة وصلنا انه عم نتفاوض، عم نحط الاطار للتفاوض. نعم. صرنا نعرف انه هيدا كمان كانت مشكلة، ايه مش تفاوض، يعني صاروا يقولوا عم بتفاوضوا، ما حدا عم بتفاوض، عم نحط الاطار، الاطار انه على اي اساس بدنا نفوت نتفاوض، يعني ما وصلنا حتى على التفاوض. هيدي عم نحكي بهالمرحله. راح ديفيد ساترفيلد، بقول لك ديفيد ساترفيلد كان بيروح يعني ان بتوين جوبز، كان تارك امريكا وبده يروح على تركيا، كان فاضيلنا انه يعمل هالجولات المكوكيه. ديفيد شانكر هلا اجا اول لقاء قال فيه، قال انا ما عندي صبره لديفيد ساترفيلد، واذا انتم بدكم تلاقوا حال تفضلوا لاقوا حال. وديفيد شانكر انه من النوع انه روحوا حكومه على الاسرائيليين مباشره لشو بدكم مفاوضات، لانه بهمه الاطار الاوسع. يعني ديفيد ساترفيلد كان حاطط انه خلينا نحل ازمه الحدود. نعم. واللبنانيين هيك بدهم، عندنا مشكله حدود بدنا نحلها. ديفيد شانكر اعتقد لانه جاي كثابت اكثر مش مثل ديفيد ساترفيلد، فانه بده لونج تيرم، عم بيقول لك انه شو بدهم يتفاوضوا، هيك بدهم يتفاوضوا، خليهم يتفاوضوا على كل شيء. نعم. وقد يصل الى انه يتفاوضوا على موضوع انه هل يعني نوصل على سلام او الى ما هنالك. شطاره اللبنانيين هلا هن يشدوا حالهم انه يقدروا يوقفوا بوجه هالفكر اذا هن ضده، انه لا نحن بدنا نضلنا على انه نفاوض على الحدود.
اليوم ما في مفاوضات، الإسرائيليين مش مهتمين حتى بغير عالم، بين أنه الإسرائيليين عندهم هذا الددلوك السياسي الداخلي، نتنياهو عم يستعمل كل أوراقه تيرجع للانتخابات، هاي ثالث انتخابات اليوم، يعني لنشوف، ومش متوقع حتى أنه يطلع نتيجة أفضل من قبل، ولكن قد تكون هنالك حكومة قريبة، لأنه ديف يعني وقت راح بنيامين نتنياهو على أمريكا وأخذ معه بني غانتس، أعتقد اتفقوا إنه نتنياهو إذا ربح الانتخابات بني غانتس بفوت معه بحلف وما بق تيكسروا هالجمود الداخلي تيرجعوا إنه يصير في حكومة. إذا صار هالشيء هل يا ترى الدولة اللبنانية اليوم مستعدة إنه ترجع تفوت تفكر بإطار للمفاوضات؟ أنا بس خوفي إنه لأنه النظام هلأ مهزوز قد يقبل بالدخول وقد لا يكون ثابت. بيقول لك اذا انا السرفايفل اوف ذا سيستم از ات ستيك ففوت بمفاوضات شوف شو بحصل انه يمكن مباشره مع اسرائيل. لا مش مباشره بس بكل هيدي بكل المفاوضات يعني ما بيكون يمكن حازمين اكثر من قبل لانه هلا حاسين انه كنظام يعني ما انه ثابت قبل 17 تشرين اكيد على لبنان. أتمنى ما يكون الوضع هيك ولكن دايما بحب أنه نحط علامات الإنذار تنفكر أنه كيف بقى نطلع منهم يعني فهيدا الوضع على الحدود ولكن أكرر وأكرر صار في أو ما صار في مفاوضات الشغل ماشي على البلوك 9 هلأ جولة التراخيص الثانية فاتحين بلوك 8 هل يا ترى بده يجي مين يستثمر بلوك 8 بشك لأنه بلوك 8 يعني كتير في يعني المنطقة المتنازع فيها كتير كبيرة أكتر من هالخمسة أو سبعة بالمية. طيب في حال عم تقولي إنه رغم كل هيدا الشيء الشغل ماشي بلوك بالبلوك رقم 9 شو يعني الشغل ماشي فسريني حتى بالمدى الزمني وشو رح يعملوا بالمنطقة المتنازع عليها هو حتى لو كان شقفة صغيرة يعني. إيه؟ فتوتال هي مثل ما قلنا بخطة العمل تبعيتها 2020 وتقدمتها للدولة في التزام بالحفر بالبلوك 9 هلا امتى ما بنعرف بعد يمكن اخر السنه او قبل بشوي ولكن رح ترجع الحفاره قد تكون هي ذاتها او حفاره اخرى ولكن حترجع تحفر اول بلوك اول بير ببلوك 9 في هذا الالتزام وكمان وقت بنتذكر بال2018 وقت مضوا العقود المسؤول عن توتال قال نحن رح نحفر ولكن بعيد عن المنطقه المتعدى عليها من قبل اسرائيل وبالتالي هيدي كمان خليك انه نوعا ما تتاكد انه في نيه انه بدهم يشتغلوا فلنشوف ولكن المشكل بيصير عندما في حال صار اكتشاف كيف بده يصير الاستخراج وكيف بده يصير التعامل مع هذه المنطقه المتنازع عليها بيشتغلوا يعني اذا هن لقوا كميات قابله للاستخراج هونيك راح يصير في توتر مع الاسرائيليين اكيد بس لك انا عم اقول لك بس هن عم بيقولوا بدهم يحفروا خارج المنطقه خارج المنطقه ولكن ما بيمنع انه الاسرائيليين بدهم يعني يحاولوا يوقفونا ونحن لازم نعمل ذات الشيء نحن كمان فينا نوقف لهم كاريش كمان لانه في دراسات من 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 اكاديميين بتقول انه كاريش هذا من ضمن نحن من ضمن مياهنا انه اذا توسعنا بقراءه انه النقطه البي 1 وغيرناها او الى ما هنالك انه حددناها اكثر كاريش بيكون عندنا فنحن كمان اذا هن بدهم يوقفونا نحن كمان بالمرصاد نوقف لهم كمان شغل كاريش اللي هو مبلش السنه الجايه يعني الانتاج منه بده يبلش السنه الجايه هلا بدنا نحكي شوي بالخريطه الاوسع كنا عم نحكي انه في طرق للاستخراج وللنقل يعني وبالتأمين الاسواق قد يفوق اهمية اكتشاف يعني اذا اكتشفت وما امنت اسواق ينعد عليك ما بتكون عملت مظبوط صح مظبوط ما هي الاسواق اللي ممكن نأمنها خصوصا انه في اسرائيل عدو الاسرائيلي على جانبنا وخصوصا انه عندنا سوريا تركيا في انحكى كمان عن مصر الاكتشاف اكبر بير غاز في مصر كان له كتير تداعيات ايجابية قرأوها ايجابية في لبنان ليه قرأوها ايجابية في المنتدى الغاز الشرق المتوسط إذا لبنان حيفوت فيه ولا لا خصوصا أنه في إسرائيل بدنا نحكي شوي عن هالإشكاليات المحيطة اللي هي بتوسعنا أكبر والخريطة يعني عن كتير أسئلة ولكن رح نبسط كتير أسئلة أنا يعني رح نبسط الأمور رح نبسطهم أول شيء خلينا نقول وقت نقول أسواق عنا أول شيء السوق الداخلي
كهرباء بدنا كهرباء يعني بدنا الغاز لنعمل لانه هلا عم نقول بدنا نروح عند المصاروي نحكي انه يعطونا غاز نشتري غاز او عم هلا اليوم بدها تطلع بتصور في شيء بده يطلع عن الاف اس ار يوز لانه بدنا الاف اس ار يوز تنجيب الغاز المسال ونستعمله للكهرباء نستعمل غاز يعني التوجه عند الدوله استعمال الغاز وكمان على مدى قريب او متوسط لازم يكون كمان نرتكز كمان على الطاقات المتجدده لتامين الكهرباء ولكن نقول هلا عم بفكروا انه نتحول على الغاز وحمد ان شاء الله ان شاء الله خير ان شاء الله خير فهذا الغاز لنا ضروري اول شيء للسوق المحلي وللسوق المحلي يكون جاهز بده يكون في محطات جاهزه وبالتالي تحتيه ايه فالمحطات وين المحطات الكهرباء إذا بدنا نضلنا بعد 30 سنة لقدام نحكي إنه بدنا نعمل محطات هلأ في عليها مشكل طبعاً يعني إيه؟ في عرض قطري إنه للأفساريوس مظبوط عرض قطري مع أني الأني اللي عم تشتغل بالأبستريم يعني عم تشتغل بالبلوك 4 وبلوك 9 فهيك إنه بتشوف الصورة هيك شوية عم تكمل يمكن عرض قطري كان معارضه الرئيس سعد الحريري صح؟ شوفي خلينا هلا خلينا نحطه اون ذا سايد خلينا نحطه اون ذا سايد لنشوف برجع بس عم بيقولوا انه يعني مش عم بيقولوا انه هذا العرض القطري تقدم للاف اس ار يوز وهو اللي يعني انعرض على ثلاث محطات صح مزبوط مزبوط على انه سلعاتها تكون بمرحله اذا خلصت اذا خلص المعمل بنحطه يعني مبدئيا عم نحكي على اثنين وإذا صار في معمل سلعاتها أنه بيرجع الأفساريو بتصور بوقتها ما بيكون لنا عازة يعني ما بيكون لها عازة الأفساريو وهون بليز يعني إذا صارت هلأ المسيحيين ما يحسوا حالهم إذا ما في أفساريو بسلعاتها يعني وضع المسيحيين بخطر مش مزبوط بالعكس بالعكس منكون أنه عم نعمل شيء كتير إيجابي للبلد ولمستقبل البلد اللي هو أكيد مش لازم يكون مستقبل محاصصات جي هيدا اون بارونتيز بس برايك انه في اكتفاء ذاتي بس بمعملين واحد بواحد وليش بدهم يعملوا معملين وليش حاطينها بس العاده وليش ما حاطينها بس معمل بالبداوي هو هيك بلش اوكي يعني هو رجعنا عم تقول انه المعمل بالبداوي كافي. هو كافي طبعا لكن لشو بدنا نعمل الثاني والثالث مزبوط ما بدنا نعملهم ما بدنا نعملهم يمنعهم ثلاثة يمنعهم واحد شفتي طب ما بدنا نخلص من هيدا الفكر في حدا بده يفكر بالمستقبل وبده يكسر هيدا الشيء واللي بده يكسره هيدا الشيء اذا اليوم صار بالاف اس ار يو كسرنا ما انكسر بيكونوا المسيحيين بنكون كسرنا نظام محاصصات بطل قابل للحياة بطل قابل للحياة لا انا ما بدي اضيع الوقت على المسيحيين ما فيهم يعيشوا بالمحاصصة لانه بالارقام بدنا نحن نكون انه دولة المؤسسات لانه المؤسسات الوحيدة بتعطينا الضمانة أوكي. حديث غير هلا خلينا على قصة الغاز السوق المحلي هو لازم يكون الأساس إذا ما حطينا محطات الكهرباء اللي بتاخد على الغاز في يكون إنه يطلع الغاز نصدره لبرا نضلنا على الفيول أويل بكل بساطة هيدا الكابوس السوق الخارجي بيصير إنه إذا عنا كميات وبدنا سوق خارجي طبعاً وهونيك بيصير يجينا كتير مصاري وقت نبيع لإنه وقت يصير في بيع لبرا بيطلعنا حصصنا نحنا بيصير إنتاج أكتر بيطلعنا حصصنا أكتر منكون إنه فوتنا مصاري على الدولة الأسواق عنا طريقتين في بالبير بالبير بالانبوب انبوب اللي بيكون على البر او انبوب بالبحر وفي عندك طريقه الالنجي ليكويفايد ناتشرال غاز انه بتتعملي سائل لهذا الغاز بتحطيه بواخر وتبعتيه للاسواق اللي بدك اياها بيرجعوا هونيك بمحطاتهم بيرجعوا بيعملوا تغويز مثل هالاف اس ار يو يعني وبيستعملوهم بتطلعي هيك حواليك اذا انا طلع غاز عندي وبدي بيع للاسواق مين هي اسواقي نحن عم نحكي عن اوروبا طيب كيف بدنا نوصل الغاز لأوروبا؟ هاي سؤال إذا الأسواق العربية كيف بدنا نوصل الغاز للأسواق العربية؟ يعني عم نحكي بالإقليم هون نعم. يعني سوريا الأردن فينا نستعمل مصر مثل ما الإسرائيليين عم بيعملوا نعم. أو للفلسطينيين هل يا ترى منعت للفلسطينيين؟ هدول الأسئلة الكبيرة ولكن أهم من هيك طريقة كيف بدنا نوصلها
ايه عرفنا هالاسواق الطريقه كيف بيبقى هون الاشكال الكبير اللي بيدخل فيه السياسه. يعني اذا قلنا نحن لانه عم ينحكى ايه ما في الانبوب العربي العرب غاز بايب لاين اللي هو هلا اساسا بيوصل من مصر على الاردن على سوريا ومن سوريا على لبنان ومفروض كان يكفي على تركيا المشروع توقف كله. اوكي فينا نعمله ريفرس. شو بنعمل مع السوريين؟ شو بدهم السوريين بالمقابل؟ ونحن شو فينا نعطي للسوريين تنقدر نقطع غازنا بعبر الغاز العربي؟ سؤال كتير كبير. هل في توافق لبناني على أنه نحن بنفتح علاقات طبيعية مع السوريين؟ في هلأ عقوبات على السوريين؟ شو نعمل؟ بس هلأ عم نحكي هلأ نعم. هلأ بدنا نفكر لبعدين لأنه مثل ما عم نقول السيناريو هو من 5 لطلوع، ولكن بدك من هلأ تفكري أنت سياستك والدبلوماسية الطاقة وين بدها توصلك؟ نعم. لازم تفتحي كل البواب. هذا السؤال. نرجع على قبرص، هل يا ترى فينا نعمل بايبلاين من لبنان على قبرص؟ وفي في اتفاقية بين قبرص ومصر انه يعملوا انبوب هن بين بعضهم، فهل يا ترى نعمل انبوب من لبنان على قبرص ومن قبرص ننقل غازنا على محطات الـ LNG المصرية ومن هونيك على اسواق؟ هذه قد تكون كمان وحده من الحلول. مشان هيك هون بتجي كتير مهمه التعاون الثلاثي اللي هلا عم بيصير بين لبنان وقبرص واليونان، انه نضلنا عم نشتغل على هذا التعاون مثل ما عملوا الاسرائيليين. يعني لازم نحن كمان نعمل هالدبلوماسيه الطاقه تكون عنا كتير ديناميك هلا وقتها تنفتح كل الابواب لبكره وقتها تجي توتال بدها تعطينا الخطه نكون نحن مهدنا الطريق. توتال هي مسؤولة التسويق، هي اللي بدها تاخذهم وتبيعهم، ولكن نحن علينا كدولة نكون مسهلين لنا أمورها. وبيبقى الترك سوق التركي، سوق التركي كتير كبير والأتراك بحاجة للغاز لأنه كل حاجتهم من الغاز تجي من برا، ما عندهم هن شيء لإلهم، وبدهم هن ينوعوا بمصادر الطاقة عندهم أو مصادر اللي بيعطيهم غاز. وبالتالي قد يكون هناك حل إنه بين لبنان وتركيا عبر أنبوب بحري مش نقطع عبر سوريا تنتفادى سوريا. هيدا كمان سؤال هو أمتى بينطرح هيدا الموضوع؟ كيف بتكون علاقات لبنان مع تركيا بناء على علاقات تركيا مع الجوار؟ كمان هيدا سؤال كبير، ولكن ما بدنا يعني بدنا نوصل لوقت بده يكون عنا وضوح بالسياسات الخارجية إذا بدنا نستفيد من الغاز. يعني الغاز بده يوصلنا لمحلها كيف بيقولوا الولد بركع أو الولد بيكسر الظهر. قد يأتي اليوم أنه الغاز يخلينا انه بدنا ناخذ بقى مواقف. هيدا الجراي زون اللي بنشتغله نحن، طرف بيشتغل مع هيدا والطرف مع هيدا والطرف الثاني. حسابات القوى السياسيه ويعني تكون لبنان اولا وغاز لبنان اولا. غاز لبنان اولا. اذا فكرنا هيك خلينا نفكر هيك توضح الصوره اللي عنا اياها. مثلا حتى ما نزعل السعوديين ما بنحط ما بنروح على تركيا. يعني ايه في مواقف ايه على لبنان انه ياخذها بالسياسه الخارجيه، انه يحط اقتصاده اولا، ومن بعد القوى السياسية هي انه عندها علاقاتها مع الدول الخليجية والعربية كل يعني حتى يعني من الطرف الثاني كمان. يعني انه بدنا نفكر بالغاز اولا وين كل إيه؟ يعني كل تركيا لانه انت قلت قد تكون تركيا هي سوقنا، انه تركيا البنى التحتية عندها كتير متنوعة تستوعب هي، وكمان فينا انه نبعث على اوروبا. وهي هيدي كانت الخطة الأساسية تبع الإسرائيليين، ولكن أبارسا وقت منعوا لأنه قالوا نحن ما بيقطع من عبرنا شيء. مشان هيك أنه فينا أنه يمكن نحن نتفادى، ما نحن نتفادى قبرص. قالوا لأبارسا الأبارسا لأنه هن مع خلاف مع الأتراك مثل ما بتعرفي على قبرص على تركيا على إيه طبعا ناشي على تركيا على تركيا يعني رفضوا. وكمان كان وقت نتنياهو خلص أخذ الخيار أنه هو بده يتوجه على صوب مصر وبده أنه يتعامل مع المصريين، لأنه كان وقت أجا الرئيس سيسي وكرتقوا أنه مع الرئيس سيسي العلاقات أفضل بكتير من الرئيس مرسي. وهذا كمان كان أغضب الأتراك لأنه الأتراك كانوا داعمين الرئيس مرسي، فصارت المشادات والإسرائيليين اختاروا أنه يلغوا مشروعهم صوب تركيا ويتجهوا على صوب مصر ويعملوا مركز النقل ومركز الطاقة مصر، لأنه كان خلاف بين تركيا ومصر. ولكن بما أنه نحن اليوم قلنا نحن ما بندخل بمنتدى غاز شرقي المتوسط اللي مركزه مصر وفيه إسرائيل، فقد يكون هناك طبيعي انه ننظر على تركيا لنشوف اذا قد تكون هي وحده من الحلول تركيا. ومثل ما قلت يعني في كتير تشابك سياسي
وبس لبنان يعني بده يفكر بالغاز اولا ولنشوف، بس ان شاء الله تكون الامور وضحت اكثر من هلا 5 سنين، لانه هلا عم نحكي بالسيناريوهات وبالوضع اللي نحن فيه اليوم. طيب كنت عم تقولي لي عن المنتدى، منتدى الغاز الشرق المتوسط يلي بضم مصر واسرائيل وقبرص واليونان، ايطاليا، اسرائيل، فلسطين يعني. لا اسرائيل وفلسطين اثنينتهم يعني. نعم. السلطه الفلسطينيه كمان معهم. نعم. وايطاليا وهلا فرنسا قلتي لي انه عم قدمت طلب تدخل. طيب اليوم هذا اشكاليته شو بخصوص لبنان؟ انه لبنان انه ما بيقدر يفوت بهذا المنتدى لانه في عنده حسابات سياسيه، ولعل ابرز المواقف يعني هي قصه اسرائيل. ايه بس اسرائيل يعني، غير اي مواقف سياسيه اخرى، انه وجود اسرائيل لانه هذا المنتدى هيك اجى يعني الموقف اللبناني، قال نحن بوجود اسرائيل بهالمنتدى نحن ما بدنا نفوت فيه. نعم. للمنتدى هالمنتدى يعني لانه في تعاون يعني مثل ما حاطين، وراح يكون هو هيدا البلاتفورم للتعاون بمجال الطاقه. يحطوا سياسات موحده للطاقه، يساعدوا بعض ليلاقوا الاسواق للطاقه، ممكن للبنان والبنى التحتيه مشتركه الى ما هنالك. يعني في كتير احتكاك، لانه بسمع البعض بيقولوا انه نحن بمنتديات اخرى موجودين وهن موجودين. لا هذا في احتكاك، هذا في احتكاك حتى بالبنى التحتيه، يعني ممكن يكون في انابيب تصل بين لبنان واسرائيل يعني. هذا الشيء او انه انابيب جديده بيندفع حقها من مثلا شركات اسرائيليه او بنوك اسرائيليه، وبالتالي انه شو يعني الوضع شويه دقيق. ولكن لا شك انه هذا المنتدى مدعوم من الامريكيين، مدعوم من الاوروبيين، وفي له يعني الحياه عم تنشا الحياه فيه. فشو بده يكون موقفنا نحن من الموضوع؟ في البعض بيقولوا عنده بديل لبنان لقصة هذا الثلاثي مع قبرص واليونان، هل يمكن ان يكون هذا بديل للبنان عن دخوله في المنتدى؟ شوفي انا لو اليوم وطلب مني بقول حتى البديل يعني بين لبنان قبرص، وبعدين الغاز اذا انشئ الانبوب بين قبرص ومصر انا مع انه ندخل حتى بهيدا، يعني ما منكون فتنا بالمنتدى، ولكن نكون استعملنا البنى التحتيه بين قبرص ومصر تنوصل الغاز على محطات الالنجي ومن هونيك على اسواق. بدي اتوقف فاصل اعلاني قصير، تاخرنا كثير بالفاصل لانه اخذنا الحديث، من بعدها بدي نحكي شوي عن اللي كتبه وليد جنبلاط عن مساله روسيا، انه المحور تاني روسيا وكيف فينا نستفيد ايضا من هذا المحور. فاصل قصير ونرجع. عودة لكم مشاهدينا وإلى هذه الحلقة مع ضيفتي لوري. هاي تايوم، بدي أرجع رحب فيك. شكرا. أوكي، حكينا شوي عن الخريطة الأكبر وفسرتي لنا إذا بدك طرق الأنابيب اللي ممكن أنه نستفيد منها من وإلى لبنان عبر البحر وعبر البر، وطبعا الإشكاليات المحيطة السياسية أكان مع بعض الدول العربية أو أكان مع العدو الإسرائيلي. بدنا نحكي شوي عن ما قاله وليد جنبلاط لجهة أنه فلنستخدم المحور الثاني روسيا. شو يعني؟ كيف ممكن أن لبنان يستفيد من هذا؟ يعني كان ملفت كتير يعني تصريحه للوزير وليد جنبلاط، وقتها كان راح كان بزيارة عند الرئيس بري إذا اعتقده، وقتها كان عم بيقول شو بدهم الترابلسية اللي نازلين على بيروت، وقتها كان في احتكاك بين الثوار وبين القوى الأمن. فكان قال انه ايه اذا بدهم فليكن فيجيون الانبوب من كركوك على طرابلس وينعش الاقتصاد الطرابلسي. ملفت كان هذا الحديث، وحتى قال اكثر خلي كمان يجيبوا غاز او نفط او شيء عبر سوريا بالغطاء الروسي. يعني كان عم يلمح لمحور اخر قد ينشا. بتعرف اليوم بورصه كمان هذا المحور، لانه بين يوم تركيا وروسيا اصحاب، وسوريا وضع بينزل وبيطلعوا الى ما هنالك. قبله كمان سيد نصر الله تحدث عن أسواق أخرى، عن أنه الانفتاح على ما ذكر الغاز طبعا، بس أنه لما حكى عن أنه إمكانية إيجاد بديل غير الأسواق عبر سوريا وهيك ما بعرف. شوفي هو الملفت كان اللي عم بيصير كمان هالمرة بين روسيا والأمريكان والقوى الأعظم، يعني في نحن لبنان والقوى اللبنانية اللي عم تتصارع، بعدين عندك قوى الإقليمية اللي عم تتصارع، وعندك القوى العظمى اللي عم تتصارع، كله عم بتصارع شيء منه كرمال الغاز، شيء منه استغلال للغاز بالسياسة. هيدا هو المشهد
هذا اللي نحن فيه. المهم انه روسيا بهمها انه تحافظ على مكتسباتها بسوريا، وصار عندها مراكز للنيفي تبعيتها، للبحريه تبعيتها بسوريا. صرنا كلنا بنعرف يعني القاعده البحريه تبعيتها وجودها. اللي عم بيصير انه بدها تخلق محيط مسالم حواليها، وشراء روزنفت إذا بدك أو العقد مع روزنفت والحكومة اللبنانية من سنتين، هيدا كان دليل أنه روسيا بدها أنه شمال لبنان تعتبره قريب لسوريا، وبالتالي بده يكون لها نفوذ هناك عبر روزنفت وعبر منشآت الستورج كاباسيتيز اليونيتس اللي بدهم يرجعوا يغزوها ويرجعوا إعادة التأهيل تبعيتها على رأسه. ولكن الملفت كان أكتر اللي قالوا وقت الوزير سيزار أبو خليل، قالوا عم ينحكى على نفكر بإعادة تأهيل أنبوب كركوك طرابلس. أنبوب كركوك طرابلس هناك له أهمية كتير كبيرة، لأنه كركوك كمان والأنبوب في روزنفت، هي الشركة ذاتها اللي أخذت تأهيل المنشآت عنا، هي هناك عندها مستثمرة فيه للأنبوب. وبالتالي بتصير انه وقت تقري المشهد هيك بتشوفه يعني في سيطره او وجود روسي عبر روزنفت اللي هي شركه وطنيه روسيه بتركيا بالعراق. الانبوب اذا اجى على طرابلس يعني كمان عبر روزنفت، ووجود روزنفت بالستورج كاباسيتيز وسوريا، يعني عم بتبلشي تخلقي محيط ملائم للروس. فالروس شو بدهم يعملوا وقت يكون عندهم كل هدول؟ يعني بدهم يخلقوا محور آخر للنفط، مش ضروري يكون للغاز ولكن للنفط وللغاز بعدين. فمشان هيك في حكي عن إنشاء محور آخر مضاد للمحور المنتدى الغاز، اللي هو يكون العراق بداخله، سوريا بداخله، حتى تركيا بتوصل، لأنه بدنا أسواق التركية بأمبريلا روسية. فهذا الحكي اللي عم بيصير، وهل لبنان يريد أن يدخل بهذا المحور؟ لأنه شو يعني أول مرة بيكون هالقد لبنان ميال لهيك نوع من المحاور، لأنه منعرف دايما نحن لوين ميالين كدولة، ما عم بحكي كأطراف بداخل الدولة. فهل لبنان يريد أن يتوجه إلى هذا المحور؟ وشو مشاكله لهذا المحور؟ وشو إذا بدك تداعيات دخولنا لهذا المحور؟ هذا الحكي اللي كمان من الأمور اللي لازم يصير في إيضاح والدولة اللبنانية تفكر فيهم. شو ممكن تكون تداعيات دخولنا لهذا المحور؟ أنه تدخلي على محور روسي، عراقي، إيراني، تركي، يعني بدك تفكري فيه. يعني هل يا ترى مكاسبك بالغاز انه بتوازي التداعيات، يعني انه تدخل لهيك محور؟ هيدا اللي بدها تعمله البالانس، بدها تعمل يعني الدوله بدها توازي. ممكن تحد من اسواقك بطريقه غير مباشره في حال دخلت الى هذا المحور، يعني ما تنسي كمان انه عندك شركات تقاطعك اذا انه يكون عندك شركات محدوده، اسواق محدوده في حال دخلت الى هذا المحور. هيك يعني يجوز. ومشان هيك برجع بقول قد يكون انه انبوب بحري على تركيا هو الاسلم. لانه ما تنسي كمان هلا نحن عم نحكي كدبلوماسيه دوله، نحن كدوله بدنا نفوت على هذا القطاع، بدنا نصير دوله نفطيه، شو كل المشاكل اللي بدنا نحلها قبل ما نقدر نصدر الى الاسواق؟ هيدا كدوله كواجب على الدوله. ولكن ما تنسي كمان انه في شركات حاليا هي الشركات المسؤوله عن التسويق، ولكن نحن بنعطي الساين اوف، ايه بنقول ايه نعم قبلنا على الخطه، ولكن شركات هي اللي بدها تسوق بضاعتها، وبالتالي كمان هي وين بدها تشوف انه مع مين بتتعامل، وشو الاستثمارات اللي بدها تحطها كرمال توصل الغاز اللبناني الى الخارج. والشركات الموجوده بلبنان اليوم هي اقرب الى من، الى اي اسواق؟ من يعني هي شوفي عندنا توتال واي ان اي ونوفاتك داخله معهم كمان، يعني قد يكون، انا بقول لك قد يكون بهالمعمل اللي نحن عندنا اياها، قد يكون الافضل لهالشركات هي ليكويفايد ناتشرال غاز. واذا بعد التقنيات سمحت لنا والاسعار نزلت التقنيات الفلوتينج ال ان جي، هي انه تحولي لغاز مسال، يعني للسائل وتبعتي بالبواخر، هنيك بيرجعوا بيحولوه لغاز، تخلصي من كل مشاكلك السياسيه الجيوسياسيه بالمنطقه. بس السعر
بدك إيه؟ السعر هلا بصير انه قديه منافس السعر لانه المنطقه كلها الغاز تبعها غالي، يعني استخراج الغاز من الاعماق اللي نحن فيها غاليه، مشان هيك بعدنا المنطقه كلها مش قادره تنافس الغاز اللي بيوصل على اوروبا. عم نقول نحن بدنا نروح على اوروبا، الغاز اللي عم يطلع من المنطقه غالي تينافس الاسواق او ينافس الروس والى ما هنالك. عندي كمان مشكله ثانيه انه اوروبا عم تتوجه للجرين انرجي والكلين انرجي، يعني لا على الطاقات المتجدده او على مثل هلا الماده الجديده اللي عم يحكوا عنها الهيدروجين اللي كمان هي اقل تلوثا. فالمستقبل كمان مش كتير للنفط والغاز، يعني مش هلا مستقبل القريب قريب ولكن للمستقبل بعيد. مش هيك نرجع نقول كمان لبنان لازم جديا نفكر بموضوع الطاقات المتجدده بالنسبه لإله، يعني لانتاج الكهرباء اول شيء، وبعدين كمان يمكن انه يكون يعني كمان مصدر للطاقات المتجدده يعني عبر الكهرباء والى ما هنالك. بس ما بدنا نفوت بهدول الامور قد ما نقول انه في نعم اليوم لازم المواطن اللبناني يفرح انه تقدمنا خطوة ملموسة بوجود الحفارة. عندنا مشاكل كتير كبيرة بالوضوح الاقتصادي السياسي والسياسة الخارجية، هيدا الشغل لازم يصير هلا واجبنا انه نحن نشتغل على هذا الشيء، وضوح اقتصادي، وضوح سياسه داخليه، وضوح سياسه خارجيه، تنحضر لاذا في عنا اكتشافات نقدر نستفيد منها، والا بيكون في عنا اكبر اكتشاف بالعالم مش قادرين نستخدمه. طيب قبل ما يخلص وقتنا بعد عندي سؤال، كنت عم تقولي لي انه ما حدا بيقدر يتوقع قد ايه في غاز. مزبوط. بس ليش اعتبروا انه اكتشاف حقل الغاز او بئر بمصر وانه اعتبروا انه هذا كان اكبر بئر، ليش بده ياثر على لبنان ايجابا؟ هو شوفي ما بياثر على لبنان لانه بيعطي مؤشرات انه ممكن بلبنان نحن إيه كمان لانه يكون عندنا نفس كمان كميه. مزبوط. ليش؟ لانه بنرجع الجيولوجيا اللي عملته الدوله اللبنانيه والوزاره الطاقه، انه كل ما كان يطلع اكتشافات بمصر او باسرائيل او بقبرص كانوا ياخذوا هالنتائج ويطابقوها على الجيولوجيا عنا تيشوفوا انه نحن شو مقارن، تيكون عندهم فكره انه شو ممكن يكون عنا ان كان بالكميات او بالنوعيه، لانه ظهر كان بنوعيه صح. الاكتشاف تبعه ما كان النوعيه العاديه اللي بنعملها بيكتشفوها، كان غير تكوين الحجري، كان غير تكوين، مشان هيك اخذوا هالنتيجه وصاروا يطابقوا انه وين بلبنان ممكن يكون عنا مثل هالتكوين، تيشجع أكثر الشركات أنه على الاستثمار وعلى البحث وعلى الاستخراج. هذا اللي بيصير، يعني مشان هيك عم نقول أنه حتى لو ما في كميات قابلة للاستخراج جدوى اقتصادي ولكن عندها جدوى جيولوجية طبعاً بحيث أنه طبعاً هي بتعطي مؤشرات عن طبعاً الأماكن وأني وكمان تنكون أني هي اللي اكتشفت حقل زهر، أني اللي هي عم تشتغل بلبنان، يعني هي كان عندها هيدي التقنية الجديدة. يمكن في أمال عالية اليوم أنه لازم شوفي نحن بلا توقعات لانه لا بلا توقعات ولكن حتى انطلاقا من البحوث الجيولوجية مزبوط، وحتى يعني ما بدنا نجلد نفسنا، بعرف انه نحن اليوم بوضع مأساوي ما في أسوأ من هيك، ولكن عنا من احسن الشركات عم تشتغل بهذا القطاع، في شفافيه ما فيها ما في بغير قطاعات هالشفافيه، بالقليل عندك هيئه اداره قطاع بترول بقيه عم بعدنا عم نحاول نجيب لهم هيئه، يعني البنى المؤسساتيه التشريعيه الشركات اللي عنا ياهن هو مؤشرات ايجابيه، بيبقى انه نحن كمواطنين وكمسؤولين نكون على قد المسؤوليه تنقدر نستفيد من هذا القطاع. خلص وقتنا، بس لانك حكيت عن الطاقات المتجدده في مشروع بوزاره الطاقه عن الطاقات المتجدده. مزبوط عم يشتغلوا، بس مثلا انا بالبيان الوزاري لشو بدك تزدت لي اياها لثلاث سنين؟ يعني ليه هلا يعني مثلا اليوروبيان انفستمنت بانك هي من البنوك الاستثماريه عم بتقول انا السنه الجايه رح بطل بقى اعطي اي تمويل لمحطات كهرباء مثلاً على الطاقات الفيول فوسيل فيول. طيب ما عم بيتغير الجو، ما انت هلا استفيد من من الاجواء الاستثماريه وقول انه هلا انا بدي يعني سرع بوتير الطاقات المتجدده، مش قول هيدا خطتي تبع ثلاث سنين،
هلأ لازم تكون خطتك هاي. ثلاث سنين بنصير مثل ما هلأ مأخرين بالمنافسة بالمنطقة، بنصير مأخرين كمان على 100,000 شغلة على الاستثمار، الحصول على الاستثمارات، لأنه بيكونوا هالبنوك حطوا استثماراتهم بغير مطارح. المشروع اللي عملته وزارة الطاقة على قصة الطاقات المتجددة، هل هو أنه يكفي ليكون بداية عمل على هذا الموضوع؟ لأنه عملت ورشة عمل بدنا نسرع يعني إذا في مشكل بالقانون بدنا نظبط القانون، بدنا نحط إذا في هيئات بدنا نحطها، يعني بدنا نشتغل على وتيرة تشريع، عمل تشريعي تنفيذي، عمل من كل السلطات. إيه ما في إنه بس الوزارة لوحدها تطلع، بدنا شفافية أكتر على مين عم ياخد العقود كمان بالطاقات المتجددة إلى ما هنالك. ورشة طويلة عريضة. طيب. مدير معهد حوكمة الموارد الطبيعية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أهلا وسهلا فيك. شكرا. لوري هايتايون خبيرة النفط والغاز، يعني هلأ رح يكون لنا محطات كتيرة معك، لأنه هلأ يعني كل فترة كل مرحلة وعندها عنوانها وعندها اهتماماتها. اللبنانيين اليوم يعلقون أمال على هذا الحقل، على هذا الحقل يعني الدومين قصدي القطاع، القطاع. عسى أن يكون خير. شكرا لك على هذه الانترفيو الحلوة، على هذا الحوار الحلو يلي هو كان يعني انفورماتيف أكتر، يعني كان في معلومات بتقول للبنانيين نحن وين بأي مرحلة وكيف فينا نستفيد بالمراحل اللاحقة. شكرا لك، أهلا وسهلا فيك. شكرا مشاهدينا على المتابعة، إلى اللقاء.